السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم طلابي في الفيديو الثاني بخصوص التمرين الثاني. التمرين الثاني اختلافه بسيط عن التمرين الأول اللي في الفيديو الأول، لأنه هون بيقول لك اكتب برنامج يقوم باستقبال 10 قيم، اتفقنا خلينا نقول 4 أقل يعني، من المستخدم إلى مصفوفة. هناك كان بدون مصفوفة، هون شو اللي راح يزيد عندنا؟ راح يزيد عندنا أنه نضيف مصفوفة. يعني ما بفرق عن التمرين الأول، إلا أنه بدل ما نحط في ليست راح نحط هون وين يا شباب؟ في مصفوفة. تصورنا للبرنامج كالتالي، نفس تقريبا الفورم الأولاني لكن من دون مين؟ من دون الليست بوكس. طيب بما أنه تقريبا نفس التمرين فأكيد راح يكون عندي بداية من الاختلاف اللي هي المصفوفة، فراح أعرف دم إلى الأربعة، أنه اتفقنا 4 قيم بدل 10 عشان أنه ندخل بس 4 مرات، as integer. ها يا شباب اللي هي المصفوفة. وطبعا راح يكون في عندي بما انه بده الماكس والسم والمن والافرج الى اخره، راح يكون عندي وفي عندي دوران طبعا دم اي فاصله ماكس فاصله من فاصله سم، كله از انتجر، كله از انتجر. طيب شباب، الان العمليه الاولى اللي راح تكون عندي هي عمليه ادخال القيم للمصفوفه من خلال الانبوت بوكس، من خلال الانبوت بوكس. لاحظوا بالمثال الثاني الاولاني كنت معرف هون اكس للانبوت بوكس، اكس للانبوت بوكس، بس هون ما عرفت الاكس. ليش؟ لانه الانبوت حيخزن في مين؟ في المصفوفه تبعتي اي اي اللي او اي للاربعه. فالسياسه كالتالي، طبعا باستخدام جمله الفور، فور اي تساوي من صفر تو ثلاث، خلال هذا الدوران دخل القيم لوين؟ مو لإكس زي السؤال الماضي، لا، إلى الآي. دخل العناصر مين؟ المصفوفة. يساوي input input box وبين قوسين هون خلينا نقول له enter مثلا. طيب أنا دخلت الآن القيم لمين؟ للانبوت، عن طريق الانبوت بوكس للأري. طيب الآن معادلة الصم ما راح تختلف عن المعادله اللي في المثال السابق، صم زائد مين؟ هناك كان اكس، هون اي للاي، للعناصر اللي بتدخل في مين؟ في المصفوفه، اي للاي. تمام شباب؟ هاي عندي هون اللي هي اول دوران، حكينا الدوران الثاني راح يكون لعمليه مين؟ راح يكون لعمليه معرفه مين الماكس والمن، وقلنا زي ما بالسؤال الاولاني قلنا لازم نفرض انه اول قيم حتدخل الليست في السؤال الاول هي الماكس وهي المن، برضه هون راح افرض انه اول قيمه حتدخل الاري وتاخذ الموقع زيرو هي ماكس وهي من، فراح يكون عندي من تساوي الى الزيرو اول موقع راح يدخل، ابعد عن الصفر يا شباب، لان لو ما بعمل هيك راح تكون عندي القيمه تساوي قديش؟ صفر. هون عندي الماكس برضه كمان ماخذ الموقع الاول ايه للزيرو. هيك انا حددت اني بدي اتعامل مع اول قيمه تدخل الاري زي ما بالسؤال اللي قبله اول قيمه تدخل الليست بوكس. طيب الان الدوران الثاني شباب، فور اي تساوي 0 2 3، خلال هذا الدوران عمليه الفحص زي ما تعلمناها بالمثال اللي سبق، اف ماكس اقل من الرقم اللي حيدخل مين الى الاي الاري، ان راح يكون اكيد هو الرقم هو اكبر شيء، اذا ماكس تساوي اي للاي. تمام، else if غير هيك، اذا كان الرقم او المن اللي اقل قيمه راح تكون اكبر من الرقم اللي حيدخل في مين؟ في الاري، اذا من راح تساوي الرقم اللي حيدخل في الاري. بمعنى برد عيدها زي هي نفس المثال اللي سبق، لكن شو اللي بصير؟ اذا كانت اكبر قيمه اللي هي ماكس عندي اكبر قيمه اقل من الرقم اللي دخل، معناته مش هي الماكس، معناته الرقم الجديد اللي صار هو الماكس، معناته الرقم الجديد هو اللي صار الماكس. لذلك الحال اذا كانت المن اللي هي اقل قيمه اكبر من قيمه دخلت، معناته في قيمه ثانيه دخلت اصغر منها، فصارت هي مين؟ المن. تمام شباب؟ الان انا عملت
الشرط، خلينا نعمل النتائج برا مين؟ لحظة ما بفرق عن المثال اللي قبله شباب. اللهم انه انا حطيت في اري، لاحظوا عندي هون النتائج حتكون تكست بوكس 1 تكست يساوي سم، تكست بوكس 2 دوت تكست يساوي تم على اي العدد، وراح يكون عندي تكست بوكس 3 دوت تكست يساوي ماكس، وراح يكون عندي تكست بوكس 4 دوت تكست يساوي من. خلينا نجرب كده فد معانا ان شاء الله من دون اي ايرور، نعمل رن كوماند 1 2 3 4، فعلا جاب لي مجموع العشرة، معدلهن 2.5، 10 على 4، اعلى قيمة 4، اقل قيمة 1. بس كان في مطلوب شيء شباب بالسؤال، انه نعرضهن طباعة القيم هاي، بدنا نطبعهم. خلينا نعمل تكنيك جديد، نطلعهم بما انه ما بدناش نحط ليست، خلينا نطلعهم بمسج. شوفوا شو راح اعمل. طلع شباب، لو حطيت المسج بوكس برا الدوران، برا الدوران مسج بوكس لمين؟ لعناصر الاي اي بين قوسين اي للاي اللي هي عناصر الاري. شو حيصير عندي شباب لما اجي اعمل رن؟ طلع دخل 1 2 3 4، اوف طلع لي بس صفر. شو السبب؟ لان جمله الطباعه على الاي للاي طلع لي اياها برا وفرض لي اول قيمه هي صفر، ما تكررت، وانا حاطها برا اللوب، فلازم احطها جوا اللوب يا شباب حتى تلف على الكل وتطبع لي، يعني تلف على الاربع قيم. هعمل ستوب وخليني على اخر لوب قبل النكست هون، واجي اخذ هاي كنترول اكس حط هون كنترول في. الان اعمل رن، حط 1 2 3 4، شوفوا شو طلع لي. اول 1 2 3 4، بعدين جاب لي القيم بالتكست بوكس. اذا المثال هذا ما بفرق يا شباب عن المثال السابق، اللهم انه صار عندي شيء جديد اللي هو array، والفرضيه بالنسبه للمن وللماكس هناك كانت list box dot item للزيرو للموقع الزيرو، وlist box dot item للموقع الزيرو بالنسبه للمن وللماكس. فهون انا شو فرضت بالاري؟ انه المن اخذت اول موقع في الاري والماكس اول موقع في الاري، حتى ابعد عن الصفر شباب، حتى ابعد عن قيمه الصفر، لانه من دون هاي الحاله هيعطيني الماكس اعلى رقم والمن حيعطيني اياه صفر. شكرا لكم شباب، واتمنى انه الفيديو نال اعجابكم يا شباب.